بالشراكة مع مجلس كنائس الشرق الأوسط بتدعي الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوقين لندوة حول كتاب مسألة الإعاقة في العالم العربي خريطة طريق للمستقبل. قبل ما أحكي عن الندوة رح أحكي شوي عن هذا الكتاب يلي بيعتبر أنه نحن عنا نقص كتير كبير فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو يلي عندهم إعاقة. طبعا أكاديميا ما عنا كتاب بيشرح علاقة الناس بالمجتمع، العلاقة يلي يمكن بالفن، بالإعلام، بالسياسة، هول أشخاص مثلنا مثلهم موجودين بالحياة وعندهم دور فعال أكثر منا، منشان هيك الإضاءة عليهم لازم تكون من كل النواحي وليس فقط لما يكون في مناسبة وليس فقط لما يكون في إلهم نهار، خاصة إنه من كم يوم مرق النهار يلي بنحتفل فيه معهم إذا بدنا نقول بهيك بتميزهم بهذا الموضوع، ولكن بالآخر نحن مثلنا مثلهم. عن هذا الكتاب أكثر وعن الندوة اللي رح تصير رح أحكي مع فادي الحلبي ناشط حقوقي ومعالج نفسي والزميل. فادي صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. كيفك وأنا بالأكثر كل شيء منيح؟ كتر خير الله تريد. يعني أول شيء اللي زمان ما التقيت أنا وياك وعم نلتقي هيك لنحتفل خليني أقول بهيدا الكتاب. فادي يعني عم بتطلع على الكتاب ما شاء الله جهد 4 سنين. نعم. مسألة الإعاقة في العالم العربي خريطة طريق للمستقبل. أول شيء شو بيعني العنوان؟ شو بدك توصل من خلال هيدا التيتر اللي اخترته؟ نعم. تعرفي هذا المشروع بلش لأن أنا الجمعية المسؤولة عنا إيدن كان مطلوب أنه تصدر نوع من دراسة عن الإعاقة، فلما بلشت فيها كان عنا طموح صغير بالأول أنه نعمل تقريبا شي 10-12 مقال بيضوي على عدة نواحي بالنسبة للإعاقة، ولكن بقيد إعداد هذا الكتاب اكتشفت أنه نحن بلبنان بالجامعات بجامعاتنا مع أنه نحن متميز بالتعليم الجامعي ما عنا شيء اسمه دراسات عن الإعاقة، يعني بسموه disability studies، يعني ما بنصدر دوريات علمية فصلية سنوية بتتناول موضوع الإعاقة بشكل مفصل من خلال عدة ديسيبلين بسموها، يعني عدة دروس معينة بتواكبوا مع بعضهم. فمن هون كانت الفكرة أنه خلينا نقدم أول نموذج باللغة العربية أنه يكون في كتاب أكاديمي. أول نموذج باللغة العربية بالعالم العربي، أول كتاب أكاديمي بيجمع عدة محاور عن الإعاقة بيضوي عليها من عدة أطر وبيجرب يقدم مادة مثل بيوفي، يعني الإعلامي إذا بده يشوف على الإعلام في مقالة عنه، الأرشيتكت في عنه، الفن في عنه، الحقوق. شو الهدف منه الكتاب؟ الهدف اليوم أنت بتعرف إذا أنت تعمل سياسات جديدة، تشريعات، الجامعات هي اللي بتصنع المستقبل، هي اللي بتمدك بالمادة العلمية بالداتا يلي أنت بحاجة لها. فمن هون أهمية هالكتاب إنه عم بيحكي بلغة علمية مجردة موضوعية وبتناول مواضيع دقيقة لنشوف نحن كيف ممكن نقدر أكثر وأكثر نقدم الفشخة لقدام بعملية الدمج، التنوع، احترام الآخر المختلف، أنه نكون كلنا عم نساهم ببناء مجتمعاتنا المحلية بشكل أو بآخر. ففي إضاءات علمية على مفهوم الإعاقة من زاوية علمية موضوعية، نماذج الإعاقة، يعني قدرنا أنه نحصل بثلاث محاور كبيرة، محاور مفهومية منطلق من الأنتروبولوجيا، منطلق من اللغة، المصطلحات. بتعرف بلبنان نستعمل كتير مصطلحات منضيع فيها. مزبوط. طب شو بدنا نسمي مثلا؟ عرفتي مزبوط. المحور الثاني هو مواضيع بتتعلق بالإعاقة، دمج المدرسة مثل ما قلنا، الفن، الصحافة، واضطرنا لمواضيع جديدة مثلا الحياة الجنسية على الأشخاص اللي عندهم إعاقة ذهنية، هذا باللغة العربية ما كتب كتير بهذا الإطار. حكينا عن التصميم الجامعي أبعد من الأكسسيبيليتي، يعني يكون في رامب من هون، كيف نصمم لكل الناس ونحترم كل القدرات الخاصة والحاجات الخاصة بشكل أو بآخر. حكينا عن الإعلام في مقالة مستفزة جدا بالإعلام، تحكي عن صورة الإعلام كيف تضوي على الإعاقة بشكل أو بآخر، هل هي بتكرر صور نمطية ولا عندها دور ترسم صورة جديدة على الإعاقة بشكل؟ هل تغير المفهوم؟ يعني عم بتقول فادي أنت أنه عم نحكي عن مفهوم الإعاقة أكاديميا بهيدا الكتاب. هيك من خلال الخبرة يلي أنت مرقت فيها، خليني أقول من 10 سنين لليوم، قد إيه تغير مفهوم الإعاقة عند الناس؟ شوف بلبنان في شيء اسمه الأباء والأمهات المؤسسين، حركة الإعاقة من الثمانينات بلشت مش جديدة، وبفضل هول الأباء المؤسسين حركة الإعاقة اليوم قدرت توصل لقوانين بلبنان، قانون 220 على 2000 كان قانون عصري بيعتبر بالدول العربية، للأسف ما تطبق لأنه اليوم الإرادة السياسية غايبة بكتير. صحيح. ناضلت كتير لحتى المعاهدة الدولية من 3 أشهر لانمضت المعاهدة الدولية لأشخاص ذوي الإعاقة، كان لبنان البلد العربي الوحيد ما مضي عليها لأسباب سياسية، خلافات سياسية ما خاصة بالمضمون، ولكن وأخيرا تم المصادقة عليها. ففي وعي، في تراكم وعي عمل ساعد أنه هالأشخاص يقدروا يأخذوا حيز أكبر بالشأن العام من ناحية التعليم، التوظيف، ولكن بعد الواقع بيوجع شوي.
يعني اذا بعطيك شويه احصاءات مريات، اذا بنشوف مثلا اللي عنده البطاقه معوقين بوزاره الشؤون، الاحصاءات الصغيره بتبين او الداتا الموجوده بتبين انه 2.2% بس عندهم شهاده جامعيه، 2.9% بس عندهم شهادة مدرسية. يعني هذا بيعني انه هول الاشخاص بعضهم مقصيين من الاساس، يعني من التعليم المدرسي الخاصة، ومع انه بلش هلا دي بروجي بيلوت بس بعدها خجولة لثلاثين هالاشخاص يكونوا مثل غيرهم يتعلموا بمدارس عاديين مش بمدارس خاصة. نعم. يعني هذه سياسة الفصل والعزل بدنا نخلص منها بلبنان شوي شوي، ليعتبروا انه هول الاشخاص بده نظام يعرف كيف يتأقلم ليقدر يخلق مساحات مشتركة ودامجة لقلون بالمدرسة. نعم. بأماكن العلم العمل بالترفيه بالسياحة بالصحة وين ما كان، ليكونوا الأشخاص عم بيكونوا عم بيساهموا كمواطنين مثل غيرهم. صحيح. بازدهار مجتمعاتهم. خبرني أكثر عن الندوة، يعني رح تطلق هيدا الكتاب، رح ينحكى عنه، رح يتفسر أكثر، خاصة أنه رح يكون في أشخاص أكاديميين موجودين بهيدا. هيدا الكتاب حبينا نطلقه بندوة لحتى نضوي على بعض الجوانب الفيلة، ما فينا نضوي على 27 مساهمة أكاديمية. صحيح. ولكن رح نضوي أول شيء على بعد المواطن، وهون عندنا طبعا دكتور مسرة يلي هو طبعا يعطيه ألف عافية، هو من الأشخاص اللي كتبوا كتير واشتغلوا كتير على موضوع المواطنة والحقوق والتربية، فرح يتناول جانب المواطنة بقلب هذا الكتاب. نعم. في عندنا معنا أديب نعمة خبير تنموي كتير كبير معروف، رح يحكي على البعد التنموي وأهمية الاقتصادية والحقوقية بقلب الكتاب. في معنا زميل كريم دكروب يلي هو معالج نفسي ومسرحي، رح يحكي كمان عن التصور عن الفن، كيف الدمج والإعاقة والفن، ورح يحكي عن الإعلام، صور الإعاقة بالإعلام، ويمكن يتطرق كمان لبعد فلسفي الإعاقة الوجودية لدكتور بول دواليبي اللي كتب عن مفهوم الإعاقة. نعم. من ناحية الفلسفية. نعم. وعندنا آخر شيء كمان هيدي إضاءة جديدة دخلناها، تناولنا الإعاقة من الزاوية الدينية المسيحية والإسلامية، ولكن بنصوص نقدية جريئة جدا، يعني خلينا الأشخاص جدا محترمين بلبنان وبالعالم العربي مثل دكتور نايرة طبارة رئيسة مؤسسة أديان. نعم. الشيخ شفيق جرادي، يعني أشخاص كتبوا كيف هو الإعاقة، يعني كسرتوا التابو حتى بهذا الموضوع. كسرنا التابو لأنه نحن بنعتبر المؤسسات الدينية عندها مسؤولية كتير كبيرة. طبعاً. إنه هي كمان تكون رائدة بالدمج، ما تكرس خطاب نمطي انه هول الاشخاص الضعفاء وما ادري شو، ونكرر منظومه ما بتساعد هول الاشخاص يلاقي مكانتهم، لانه نحن البرنامج انه بين المجتمعات الدينيه بعد قويه، يعني عندها تاثير عندها على الهدا، عندها سلطه، فلابد كمان يكون هي مجهزه بخطاب عصري جديد. ففي قراءه نقديه لدور المؤسسات لنرجع نعطي المعنى العميق للاعاقه كما وردت بالكتاب المقدس او بالقران الكريم او الى اخره، ومن هون كيف في نصوص جريئه. حلو. يعني حلوه بتفرجي منظار آخر بهذا الإطار. معقول يعزز هيك ثقة المعوقين هيدا الكتاب، ثقتهم بنفسهم، معقول يخليهم يكسروا التابو يلي هن قلن فترة عايشين فيه؟ شوف، هذا الكتاب مثل ما قلت هو هدفه بالدرجة الأولى يكون مرجع وأدات للأساتذة الجامعيين، للتلاميذ، للخبراء بمجال إعاقة، ولكل شخص حابب يشتغل على حاله. يعني اليوم إذا شخص عنده إعاقة ولا قرأ هيدا الكتاب رح يعرف إنه في نفس حقوقي. في نفس بيقول له إن أنت حياتك فيك تبني إطار وذهنية جديدة لتقارب أي قضية أنت عم تفوت عليها. ما تخاف من إعاقتك، ما تخاف، يعني أو تشوفها بمنظار تاني، تشوفها بمنظار حقوقي، إنه أنت اليوم لك تعريف الإعاقة اليوم مريات هو مش انه موجوده بالشخص. ليش نحن بنستعمل كلمه اشخاص ذوي اعاقه مش مصطلح حاجات خاصه او اصحاب همم او اراده صلبه؟ بنرفضهم هدول التعبير، لانه مصطلح اشخاص ذوي اعاقه مثل المعاهده الدوليه بتعرفهم. نعم. هو مصطلح سياسي ومصطلح حقوقي. تنقول انه الاعاقه هي موجوده لانه المجتمع يضع عوائق العلاقة بمواقف بتميز انه الاشخاص. نعم. اقل من غيرهم. نعم. عوائق هندسية، اليوم اذا تروح على مدرسة في دراج. صحيح. او تروح على اي مكان عام مؤسسة عامة عندك عدة عوائق هندسية بتمنعك توصلي. في عوائق بالتكنولوجيا والكوميونيكيشن، انه انت اليوم اذا عم تستعمل اي ويب سايت بتفوت عليه لتاخذي معلومات ما انا مجهز اشخاص المكفوفين او الصم او غيرهم، وعندك عوائق بنسميها مؤسساتية لما يكون عندهم سياسات وبوليسيز بيمارسوا فيها نوع من تمييز واقصاء للاشخاص. يعني اذا اثنين عم بيقدموا على شغل اذا عنده اعاقه لا ما بناخذه لانه عنده اعاقه، فانت بدك تغيري بالذهنيه، بنغير بالافكار النمطيه اللي رافقت الناس. بمعنى انه الاعاقه موجوده بالمجتمع، متى نزيل العوائق
هذا الشخص بطل عنده إعاقة. صحيح. يعني إذا أنا اليوم عندي قصور حركة بستعمل كرسي، إذا رايع على السينما مجهزة قصوري ما بيتحول لإعاقة لأنه مجهزة للسينما. فكروا فيه. إيه؟ مش أنا بدي أعطي الهم أنا المطرح اللي بدي روح عليه يعني، لأنه طبعا هذا الشيء رح يعيقني. القصور لا يتحول إلى إعاقة متى أنت أزلت الحواجز الخارجية اللي هي مسؤولية مجتمعية بالدرجة الأولى. بتبلش بالدولة طبعاً. بأصحاب القرار المدارس. بتبلش بالبيت خليني أقول. وطبعا يعني بتبلش بالبيت وبدك مرافقة للأهل لحتى هم كمان يعرفوا هذا الشخص عنده البوتنسيال والموارد والقدرات أنه يصنع نوعية الحياة اللي هو بيريدها وبيحلم. هلا أنا هيك بين هلالين بعيدا شوي عن الكتاب فادي بدي أقول أنه أنت تخطيت كتير موضوع الإعاقة، يعني أنا شفتك عم ترقص على المسرح يعني لهالدرجة. مشان هيك لما حكيت عن الفن لما حكيت عن المسرح ما في شيء مستحيل، وبالتالي بتبطل تطلع بالشخص على أنه عنده إعاقة، بتستمتع بالفن اللي عم بيقدمه. هيدا انطلاقا من خبرتك ما بعرف صح إذا صح. أكيد كان عندي تجربة حلوة يعني هيك حميمة لقلي هي، لأنه أنا شخص كان بيحب الرقص من أنا وصغير يعني، وكان عندي حلم أنه أقدم رقصة، وهذا الشيء ترجم لما التقيت بمايا نعمي وجهنا تحية، وبعدين عدة أفرقاء شركاء آخرين قدمنا رقصات بلين برا. بس أقول أنه كمان الكرسي ما منعت أنه كمان أنا ترجم شغف الحلم. معين وأقدم تابلو راقص يعني فيك تطلع فيه بفادي مش بالكرسي إذا عم بيقدم شيء حلو أو لا. هذا اللي أنا حتى بتجربتي يعني. بالإعلام بتعرفي مريات لما قدمت برنامج تواصل كان أول سنة ما حكيت عن موضوع الإعاقة، لأنه كان بيهمني الناس يشوفوا فادي كفادي مش الكرسي. صحيح. يعني هل هو إعلامي بيقدر يأدي دوره بشكل جيد أو لا والآخرين، تنقول الناس تشوفوا الأشخاص مش تشوفوا الإعاقة يلي هن يا بتبنوا معهم صلة معينة أو لا. مزبوط. يعني مش هي الكرسي اللي بتحدد إذا أنا مش هي اللي بتفصل مش هي لا بتقرب ولا بتبعد، هو الإنسان اللي جوا يا بتبني معه جسر لسبب من الأسباب أو لا. 100%. الندوة إمتى رح تصير؟ أي نهار؟ الندوة رح تكون ب 16 الشهر. أوكي. بالجامعة الأنطونية الساعة 6:30 المساء. الدعوة مفتوحة لأي شخص بحب يجي. وهون أنا بقول بحب كمان أوجه شكر لمجلس كنيسة الشرق الأوسط اللي دعم هذا الكتاب، وخاصة الأب ميشيل جلخ والأمين العام هلا دكتور ميشيل عباس اللي رح يكون حاضر معنا وعنده كلمة رح يكون، وفي أشخاص كمان آمنوا هالكتاب ودعموه مثل مؤسسة رمزي يوسف عساف وجمعية الإنسان محبة. يعني في عدة أشخاص آمنوا ودعموا هالكتاب حتى وصل لخواتيمه السعيدة. يعني على كل حال فادي هيدا مثل ما بيقولوا نتاج جهد وتعب لمدة 4 سنين كرمال نقدر هيك يكون في عنا بين إيدينا مرجع نلجأ له، مرجع يتكل عليه، مرجع نقدر نحن إن كان الجامعيين إن كان الدكاترة إن كان كل الأشخاص يلي بدهم يحكوا أكثر عن الإعاقة بدهم يفهموا أكثر عن الإعاقة. يمكن أنت الشخص الصح لأنه أنت مرأت بهذه التجربة، بتعيش هذه التجربة، بتقدر تترجمها أكثر. خليني أقول هيك الناس يمكن بتوثق أكثر لما يكون شخص هو عايشة عينة منها وعم بترجمها اليوم بهذا الكتاب. أنا إذا بدك كنت مثل بسموه باللغة الشيميائية كاتاليست، يعني قدرت أجمع أكاديميين من كل جامعات لبنان وخارج لبنان تيساهموا، فالتحية الأكبر إني لهالأكاديميين 27 أكاديمية من كل جامعات لبنان. واو. وخارج لبنان ساهموا كل واحد من اختصاصه بإضاءة على جانب معين من الإعاقة، وهول بفضلوا قدرنا نوصل لهذا الكتاب على أمل أنه نسلم الشعر للجامعات بعدين. صح. يتنافسوا بعضهم على أنه إصدار دراسات عن الإعاقة بتمدنا لنا كأشخاص مناصرين للإعاقة أو حقوقيين أو مشرعين بالبرلمان أو بالحقوق بالحكومة. مزبوط. يكون عندنا معلومات جدية موضوعية علمية بتساعدنا نرجع لها ويتكل عليها. أكيد. إذن كمان مرة مسألة الإعاقة في العالم العربي خريطة طريق للمستقبل، رح يصير في ندوة حول هذا الكتاب ب 16 الشهر بالجامعة الأنطونية ببعبدا ابتداء من الساعة 6:30 المساء. فادي الحلبي شكرا كثير لحضورك معنا.